مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلتنا. اليوم سنتحدث عن موضوع يؤثر على حياتنا اليومية بشكل كبير، وهو الثقة بالنفس. كثيرون يعانون من قلة الثقة بأنفسهم، لكن قبل أن نتحدث عن الحلول، دعونا نلقي نظرة على الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة. في هذه الحلقة، سنستعرض معا 5 أسباب وراء قلة الثقة بالنفس وكيف يمكن التغلب عليها. 1- المقارنة المستمرة مع الآخرين. السبب: نقع غالبا في فخ مقارنة أنفسنا بالآخرين، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في حياتنا اليومية. هذه المقارنة تدفعنا للشعور بأننا أقل أو غير ناجحين بما فيه الكفاية. كيفية التغلب: تذكروا أن كل شخص له رحلته الخاصة وظروفه. بدلاً من مقارنة نفسك بالآخرين، حاول التركيز على تقدمك الشخصي وتقدير إنجازاتك مهما كانت صغيرة. 2- الفشل السابق أو الإخفاقات. السبب: الفشل في الماضي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في النفس. تجربة الإخفاقات تجعل البعض يتجنبون المحاولة مرة أخرى خوفاً من الفشل. كيفية التغلب: الفشل جزء طبيعي من الحياة ومن النمو الشخصي. تعلم من أخطائك، ولا تدعها تحدد هويتك أو قدراتك. تذكر أن كل تجربة فشل تقربك خطوة نحو النجاح. 3- النقد المستمر من الآخرين. السبب: النقد السلبي الذي نتلقاه من العائلة، الأصدقاء، أو زملاء العمل يمكن أن يؤثر على صورتنا الذاتية وثقتنا بأنفسنا. كيفية التغلب: لا تدع آراء الآخرين تشكل تصورك عن نفسك. تعلم كيف تأخذ النقد البناء بموضوعية، ولكن تجاهل النقد الذي يهدف للإساءة فقط. قم ببناء حدود صحية ولا تدع آراء الآخرين تحدد قيمتك. 4- التوقعات العالية أو المثالية المفرطة. السبب: السعي وراء الكمال يضع ضغطا كبيرا على النفس، وعندما لا نصل إلى تلك المعايير العالية، نشعر بالفشل. كيفية التغلب: تقبل أنه لا يوجد شخص مثالي، وأن الكمال غير واقعي. ضع أهدافا واقعية وقابلة للتحقيق، واحتفل بالنجاحات الصغيرة على طول الطريق. 5- قلة الدعم العاطفي. السبب: عندما نفتقد للدعم من الأشخاص من حولنا، سواء كان ذلك الأصدقاء، العائلة أو الشريك، يمكن أن نشعر بالوحدة وعدم القدرة على مواجهة التحديات. كيفية التغلب: احط نفسك بأشخاص داعمين يؤمنون بك وبقدراتك. ابحث عن الأصدقاء أو المجتمعات التي تشاركك نفس الاهتمامات والقيم، وحاول بناء علاقات صحية تعتمد على الدعم المتبادل. كانت هذه 5 من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى قلة الثقة بالنفس، لكن خبر الجيد هو أن كل سبب منها يمكن التغلب عليه إذا قررت مواجهة مخاوفك والعمل على تطوير نفسك. الثقة بالنفس ليست حالة ثابتة، بل هي شيء يمكنك بناؤه وتطويره مع الوقت. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم المزيد من النصائح والتحفيز، وشاركونا في التعليقات ما هي الطرق التي تعتمدون عليها لتعزيز ثقتكم بأنفسكم. نراكم في الحلقة القادمة.